اه والله احنا العظيم بنشوف يا كابتن ابراهيم برضو في الدوري الانجليزي بنشوف مورينيو وبنشوف الناس دي ومدى نرفزته معاه. هي كره القدم سماتها وصفاتها بالظبط كده. احنا بس بدايه يعني احنا مش عايزين ننط في مصر اكتر من كده. احنا عايزين البدايه انك تعمل دوري محترفين. عاوزين البدايه انك تعمل اللعب المال النظير. عندنا اللي يدير اتحاد الكوره الاول مش هيديرها اعضاء مجلس اداره الاتحاد طبعاً. اللي بيديرها اللي هي لجنه الانديه المحترفه بالظبط. علشان كل الحاجات دي هنعمل يا رب الحلقه دي. ده موضوع كبير قوي لازم في تدخل كل الجهات لان احنا كابتن ابراهيم في مصر هنا بنبتدي من اول وجديد في موضوع ريسبكت. ايوه يعني احنا لسه من احنا عاوزين البدايه دي. البدايه انك تعمل دوري محترفين. انت دلوقتي عايز تعمل كل الحاجات الكويسه دي من غير ما يكون ليها اساس وعنوان. انت اساسك وعنوانك انت مش دوري محترفين علشان كده ما تقدرش تعمل. طب ما انا اقول لك حاجه حلوه. امبارح يعني انا شفت الفاينل احسن حاجه فيه كانت ايه؟ مدى احترام فرقه المؤسسه الجيش العظيمه ما بعد المؤسسه والنادي الاهلي. شوف العلاقه اللي بينهم كانت عامله ازاي. شوف الممر الشرف اللي عمله النادي الاهلي لطارق العشر ولاعيبته. دي حاجه مهمه جميل جدا. هو الامر مش في القوانين قد في الاشخاص نفسها. يعني سلوك. انت دلوقتي وسلوك يعني انت سلوكك بعد مباراه الفاينل امبارح سلوك مؤسستين كبار محترمين. يعني اولا مؤسسه فرق اللي هي مؤسسه القوات المسلحه دائما بتبقى عندها ضوابط واحترام وادب واخلاق والتزام وكل حاجه.